بسم الله دائما في كل ابتداء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الواحد الأحد. بسم الله الفرد الصمد. بسم الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله لم يزل عليا ولم يزل فعلاه سميا قطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا ونظرة بعين رضاه تجعل الكافر وليا الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا والنار لمن عصاه ولو كان شريفا قرشيا حيث أنزل على نبيه ومصطفاه قولا بهيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. سيدي يا رسول الله قال لي قائل رأيتك تهوى أهل طه ودائما ترتجيهم كان حقا عليك أن تقضي العمر مادحا فيهم وفيمن يليهم. قلت أنا لا أستطيع أن أمدح قوما كان جبريل الأمين واحيا لأبيهم إني سألت الشعر أن يتلطفا فقال هيهات هيهات لما توقفا عذر الرسول الله إن قصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصفا جاءت قديمة ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسفا والله لو جد العباكر كلهم في وصف أفضال له لن تعرفا والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى يكفيه لقيا في السماوات العلى وبحضرة الرب الجليل تشرفا يكفيه ان البدر يخسف نوره لكن نور محمد لن يخسفا. الجالس معنا واجب ان يقدم التحية لسيد المرسلين والاخرين وتحيتنا اليك سيدي يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليه. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم رد المصطفى صلى الله عليه وسلم على رب البرية قال له اللهم يا الله يا ربنا صلي على امتي كما صلوا علي. ثم يقول له رب العزة اصلي على امتك لوحدي يا محمد قال له انت وملائكتك. ثم انزل رب العزة
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وتنا إخوة الإيمان والإسلام، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. ونحن في هذه الليلة القرآنية الطيبة المباركة التي جئنا لنكرم فيها روح طيبة صعدت إلى رب البرية وصعد الجسد إلى أصله وهو التراب، جئنا مشاركين الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة، جئنا مشاركين الأستاذ محمد البربري حجازي والأستاذ مصطفى البربري حجازي والشيخ علي البربري حجازي السيد الباز الأستاذ محمود السيد الباز، بقية عزاء أيضا من الحج عبد اللطيف عواجه نجله المهندس وليد عبد اللطيف عواجه. ونحن في هذه الليلة الطيبة قد استضفنا معكم في هذه الليلة قطب وعلم من أعلام التلاوة، قارئ شرف مصر في المحافل الدولية والإسلامية وله بصمة في الإذاعة المصرية، والقارئ الذي تستمع إليه في فجر هذه اليوم وقارئ الإذاعة والتلفزيون وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والقارئ الذي استضافته الإذاعة كقارئ وعالم ومحرك للقلوب والمحكم الدولي للجائزات القرآنية حول العالم الإسلامي. اخوتنا اخوة الإيمان والإسلام، سئل النبي صلى الله عليه وسلم احب الناس قراءة للقرآن من؟ يا رسول الله، قال الذي اذا رأيتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. وقد استضفنا معكم في هذه الليلة فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرق وفضيلة القارئ الشيخ منصور ابو عيادة. ودنا اخوة الايمان والاسلام، تعالوا بنا الى مائدة القرآن الكريم، يات البينات من كتاب الله والذكر الحكيم، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرق الذي اذا تستمعون اليه اليوم في فجر هذه اليوم فليتفضل فضيلته مشكورا للتلاوة. نسأل الله عز وجل ان يتجلى عليه بفيضات القرآن الكريم ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع، فليتفضل فضيلته مشكورا مأجورا للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء بينها وبينه
أبدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود له أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف
بالعباد قل إن كنتم تحبون فاتبعوني يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم والله غفور رحيم قل إن كنتم تحبون فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور والله غفور رحيم سبحان الله سبحان الله قل أطيعوا قل أطيعوا الله والرسول قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا إن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوح
إن الله اصطفى آدم ونوحا اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على
ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك والله أعلم
بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فلما وضعتها قالت قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت فلما وضعتها قالت رب إني والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم
عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. وكفلها زكريا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال
قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله قالت هو من عند فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله هنالك
هنالك دعا زكريا ربه، هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا وقد بلغني الكبر وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر وامرأتي عاقر قال كذلك
قال كذلك قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني قال كذلك قال كذلك كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك قال كذلك كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا واذكر ربك كثيرا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم يا مريم إن الله اصطفاك اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين
يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بلغ رسوله الكريم، نحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، قد عشتم وتعايشتم ايات بينات من كتاب الله والذكر الحكيم من سورة آل عمران، تلا علينا قطب وعلم وكروان. والقارئ الذي دائما يمتعنا في الامسيات الدينية وقرآن الفجر وقرآن الجمعة، والقارئ الذي تستمعون اليه في الفجر هذه الليلة، فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرق. وكانت هذه الليلة تكريما للأب الراحل والمربي الفاضل الحج البربري حجازي، الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة، الأستاذ محمد البربري حجازي، الأستاذ مصطفى البربري حجازي، شيخ علي البربري حجازي، عائلات حجازي والغزالي وابو العمايم بطنبول الكبرى، وعائلات الباز يتقدمون ايضا بخالص الشكر والتقدير لكل من واساهم ووقف بجانبهم وشاركهم في هذه العزاء من القيادات السياسية والتنفيذية الشعبية، مشايخ وعمد الكرة المجاورة. وكما اشكر ايضا الاستاذ حسين عوض السيد احمد وسيادة النائب اللواء احمد العوضي، البش مهندس احمد روع، الشيخ عارف السواح، والاستاذ عبد المنعم خليفة، حجي عبد اللطيف عواجه، مهندس وليد عبد اللطيف عواجه، وكل الاسرة الكريمة يتقدمون ايضا بخالص الشكر والتقدير لكل من وساهم وقف بجانبهم وشاركهم في هذه العزاء من القيادات السياسية الشعبية والتنفيذية، مشايخ وعمد الكرة المجاورة بمركز مدينة السنبلاوية. وكما اشكر ايضا كل العاملين على هذه الليلة، الهندسة الصوتية ناطقة باسم القرآن الكريم وبرتقال الاذاعة، ادارة الحاج محمد سلام، ادارة واشراف المهندس حمادة سلام، والمقيمان ببرعمطوش مركز ومدينة السنبلاوية، قصور الضيافة المتنقلة في جميع انحاء الجمهورية
تطلب من الحج احمد الغريب والمقيم طنبول الكبرى لؤلؤة الانوار ومحطات الديزل الفخمة اولاد الحمش ادارة المهندس محمد الحمش والمقيم بطنبول الكبرى خدمات الفندقية المتميزة متر علاء الشيخ والمتر اهاب سامي المقيمان بطنبول الكبرى وكفر طنبول القديم وكما اشكر ايضا هندسة الهواء والتصوير الاستاذ ياسر حسيب والمقيم بالبلامون وكما اسعد بحضراتكم في هذه الليلة منسقا للحفلات الدينية والمناسبات الاسلامية ابراهيم سرور مصطفى حسن سليمان الاقرع ودنا اخوة الايمان والاسلام هيا بنا نتواصل عطاؤنا مع القرآن الكريم حبل الله المتين.